مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث الغربة. الحديث ديال هاد الليلة كذلك غادي نطرق المسألة ديال استحمار مغاربة العالم من طرف بعض البرلمانيين اللي تيقولوا أنهم تنتميوا للمنظومة ديال مغاربة العالم. هاد القوانين الآن اللي غادي يتطبق وحتى ديك الاتفاقيه كل شيء داز في اللجان البرلمانيه وخاصه في اللجنه ديال الشؤون الخارجيه والدفاع الوطني والاوقاف الاسلاميه والمغاربه المقيمين بالخارج. جوج ديال العضوات في هذه اللجنه دي كاين ثلاثه ديال العضوات، وحده كانت غائبه ولكن تتكون حاضره. جوج ديال العضوات، وحده من العداله والتنميه والاخرى من الاصاله والمعاصره، حضروا في النقاش ديال المرسوم قانون في أفريل 2018، معنا عام بعد ما صرح السي العثماني في البرلمان أنه غادي يخرج القانون ديال مجلس الجالية إلى الوجود. لدابا ما خرج والو. واحد البرلمانية من هاد البرلمانيات ناضت الآن ودارت سؤال كتابي لرئيس الحكومة. ما عرفش أنا في 2018 مش شفتي القانون حداك، ما قلتيش أحبس وديري ضجة لأنه تيمس بمغاربة العالم، ولكن تيبان ان هذه اللجنه ديال الشؤون الخارجيه تستعملوها للرحلات السياحيه، لان هذه هي ديك اللجنه اللي مشاو من هذوك الاعضاء وداروا ديك الرحلات على القنصليات، ولكن ما داروش الرحلات ويقراوا القوانين والاتفاقيات اللي تتمس بالخصوص مغاربه العالم. لانه لو كانت التمثيليه الحقيقيه ديال مغاربه العالم في البرلمان كانت مثل هذه النصوص هذه وهذه المراسم ديال القوانين ما تمرش مر الكرام. لكن ما يجيش شي واحد دابا ويضحك على مغاربه العالم ويبدا يبكي على الاطلال، لانه البكاء على الاطلال ما تنفع والو بعدما تم دفن الميت ودفن حقوق مغاربة العالم بجرة قلم. فما يمكنش نسكتوا على هذه القوانين التعسفية وهذه الاتفاقيات اللي تدار وتضرب المكتسبات ديال مغاربة العالم. فغادي نكونوا جبهة من كل الدول اللي تتواجدوا فيها مغاربة العالم، فإلى ما فعلتوش ديك الفصول ديال الدستور فنحن سنفعل جبهة قوية ديال مغاربة العالم. وهذه الجبهة القوية المهمة ديالتها هو أنه تناضل من أجل إما الإلغاء وإما التعديل ديال هذه الاتفاقيات وديال هذه المعاهدات وكذلك هذه القوانين اللي مجحفة في حق ناس خدموا كافحوا هاجروا من أجل واحد المستقبل أفضل، من أجل أنه لما يتقاعد حتى له بطل البلاد غادي يلقى واحد المنزل اللي غيمكن يرتاح فيه، وغادي يلقى واحد النصيب يمكن اللي غادي يلقاه في ديك اليوم الأسود، ويمكن كذلك خلال أنه يكون واحد الإضافة لديك التقاعد ديالو. أنا لا أتحدث عن كل من يتحايل على القانون وعلى الضرائب في دول الإقامة ولا حتى في المغرب، لأنه نعرف أن واحد العدد كبير ديال مغاربة العالم واحد العدد اللي تيتحايل على المساعدات الاجتماعية على الضرائب
فهادو خصنا ما يكونوش معانا في ذيك المنظومه ديال مغاربه العالم، ديال الناس الاحرار، الناس اللي تيعمل فراسو من غشنا فهو ليس منا.